ولكن قبل تونس حققت الذهب، تونس تحقق مرة أخرى الذهب في بطولة العالم بروما لرفع الأثقال وزن 73 كيلو. تونس لليوم نقولوا حاجة مزيانة برشا، اللي الرياضات الفردية اليوم في تونس سرتو في رفع الأثقال عبودة كل مناسبة قاعد جبنا الذهب، ولا شيء سوى الذهب من كل بلدان العالم اليوم يمشيوا الروما. ما نعرفش كيف هم استقبال ولا ما كانش هم استقبال لهم، حاجة كانت مشرفة ولا مش حاجة مشرفة خاصة في مطار تونس كارتاج. لكن قبل خلنا نرحب عبر الهاتف بالبطل التونسي اللي هز علم تونس في العلالي بصراحة في روما، كارم بن هنية. مرحبا يا كارم. مرحبا بي خويا، مرحبا بجميع المستمعين. شنو حوالك خويا كارم؟ لبس عليك الحمد لله. نعيط لك شامبيون كرم الساعة. خلنا نبدأ السؤال الأول. اليوم كرجعت لتونس اليوم أنت وجبت الميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 73 كيلو من روما لإيطاليا، معناها وقت اللي تمشي تلعب في مقابلة بالنيفو هذا في بلاصة كي روما إيطاليا نعرفوها ونعرفوا تقاليدهم في رفع الأثقال، هل كان فما استقبال رسمي في المطار ولا؟ صحيح، هي تورنوا كوب دو موند هذه لعبناها في ايطاليا، مازلنا كي روحنا. الحاجه الباهيه كما قلت لك كونه علم تونس طالع الفوق وفوق فوق برشا دول اخرى، فوق ايطاليا فوق روسيا فوق برشا دول كانت حاضره، كوريا الصين، حاجه تشرف على الاخر الحقيقه. بالنسبه للاستقبال في المطار يعني الحقيقه جاونا دي ريسبونسابل من وزاره الشباب والرياضه وشوي صحافيين يعني جديد جورناليست وكهو، فماش حاجه سبيسيال، كان جبنا منعرفش شنو هذا فريق ولا حاجه. دونك اليوم تلوم انت عليهم نوعا ما، نحسك من النبره نتاع صوتك تلوم. نورمال خاطر الحقيقه ماهيش استقبال كيما كبير ولا حاجه، معناتها تحسك بالانجاز الحاجه اللي عملناها. واضح انتم لا محاله رافعين تونس كل كارم ابطال، معناها سواء نستقبلوكم ولا تعرفوا انتم ابطال، نعرفوا انتم شرفتوا تونس، رفعتوا علم تونس في العلالي، هذا فخر لنا احنا، نفتخروا اليوم بكيفك انت كارم بن هنية وحتى الابطال الاخرين الكل. كارم اليوم في البطوله هذه وين لقيت صعوبه؟ بالنسبه للكوب دي موند هذه هي الساعه كاليفيكاتيف للجوز اولمبيك، وبالريزلت هذه الحمد لله يعني براتيكمون يعني وصلت لعب الاولمبي، ترشحنا ترشح لعب الاولمبي. بالنسبه للكونكورون يعني كانوا موجودين مولدوفي يعني هو شامبيون دي موند ديجا عملها ربحني في الرشي، عندنا دو موفمون وفليبولي لحقت عليه وربحته وعملت ميداي دور في ليبولي وميداي دور في التوتال، يعني الحمد لله الدرابو تونس طلع هو الاول على مولدوفا وبعدها روسيا ومن بعدها اسبانيا وايطاليا وبرشا دول اخرى. استعداداتكم للاولمبياد كرم؟ البريباراسيون الاولمبيك تو برومون دخلنا في 16 فيجا مارت، فما بروجرام من الفيدراسيون تاعنا ومن معناتها باتفاقية مع اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة. بالنسبة لي نقول إذا كان ما يصيرش حتى تأخير في البروجرام هذا وحتى تعطيل إن شاء الله نكونوا نعملوا جلطة مشرفة جدا. كرم بن هنية راك بطل، ما نحبكش حط شيء في في في, في قلبك، راه شوف ينجم يكون صار تقصير ولكن احنا اليوم حتى كي ناخذوك معنا ماذا بينا كنت تكون حاضر بحذانا في البلاتو، لكن نعرف قاعد تصور في برنامج التلفاز يتعذر عليك تكون حاضر بحذانا اليوم. راك اليوم شرفت التوانسه الكل باسمي واسم الشباب التونسي الكل وباسم الشعب التونسي الكل، راكم اليوم انكم رفعتوا الدرابو للفوق في العلالي بطوله العالم، هذا شرف لي انا وشرف لكل تونسي اليوم على خاطر هذه بلاصتنا بالحق. نخلي لك باختصار كارم كلمه لوزاره شؤون الشباب والرياضه، لعل وعسى يكون فما تحرك نوعا ما جدي سرتو قبل الاولمبياد. يعطيك الصحة خاطر كلامك بالحق، الكلمة الباهية هي حتى ما مش طالبين حاجات كبار، يعني حتى الكلمة الباهية هي تعاوننا مورالمون وتخلينا نخدموا أكثر. بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ويعني الهياكل الكل المعنية بالألعاب الأولمبية هذه، راهو ما عندنا مازالوا ستة شهور تقريب، راهو إذا كان باش نقولوا هاو باش نعملوا هاو باش نعملوا ما فهمناش، يزينا من الكلام وهاتوا الفعل. هذه ميساج. واضح، شكرا جزيلا، ميرسي بوكوك، ميرسي بوكو، قلت بوكوك، ميرسي بوكو كارم بن هنية بطل البطل العالمي، خلينا نقول بطل العالم عبوده اللي توج واللي رفع علم تونس في العلالي، حاجه توجع برشا، حاجه تحز في الخاطر، تقعد في بالك اليوم اللي انت تونسي بالحق. انا قاعد في البلاصه هذه انا كيفاش اليوم تونسي يمشي لكاس العالم، معناها في بطوله العالم رفع الاثقال يحقق اللقب الذهبي بطل العالم، راهي ماهيش كلمه سهله، فوز 73 كيلو ويرجع لتونس يقول لك زوز ريسبونسابل وزاره شؤون الشباب والرياضه. باكي خاطر زوزو بالحق، معناتها انت يا امير تعرف احنا كل ما نقعدوا لهنا الرياضات الفرديه دينيغري في تونس، معناتها شمعنى دينيغري؟ معناتها مش مهتمين بها، اللي يقول لك ما عنديش فيدراسيون، اللي يقول لك عندي فيدراسيون ما عنديش كون يتصل بيا، اللي يقول لك عندي فيدراسيون وما يولونيش، نمشي نعمل ستاجيت وحدي، نشارك بعلم تونس على حسابي انا، كو سوسوا الفواياج، كو سوسوا السكنه، كو سوسوا ليكيبمون، معناتها الرياضات الفرديه نسمعوا بهم كان كيهزوا.
كذا ما قبل ما يهز ما لعبش دور ربع نهائي، ما لعبش دور نصف نهائي، سمعت بيه سمعت بيه حتى حد كي هز وما حكى لي حتى حد، كي هز الميداي نتاعو كي هز التيتر نتاعو الناس كلوا لي تو تو يصور ما نعرفش فين قناه ها احنا زدنا نعديوه، ولكن احنا مانيش عاملين زي احنا هذه خدمتنا، احنا يلزمنا نحكيو على التيتر ونحكيو بالعكس احنا قاعدين نشهروا بيه باش انه الشعب التونسي احنا ما احنا لا نشهروا نشهروا مش معناتها نعلموا في الناس كلمه تشهير شهر كيما في العرس واحد يشهر يقعد فهمت حاجه في كيما نقولوا في الحاجه في الباهي مش في الخايب التشهير فهمت شهروا بيه كبطل تونسي رفع الرايه التونسيه في العالم بطل العالم في العالم انا قلت لك الرايه التونسيه على نطاق وعلاش وعلاش اليوم مثلا المثال انا راني نحبها برشا ونقدر الانجاز اللي عملته برشا وبصراحه من 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 اعز ما جاب تونس سورتو في النساء اللي حاربوا واللي كافحوا واللي خدموا برشا باش وصلوا للعالميه نحكي على انس جابر اللي تستحق اكثر من اللي عطته لها الدوله التونسيه بصراحه ولكن اليوم علاش نشوف عبوده استقبال انس جابر كيفاش كان واستقبال ابطال العالم سير ياسر خاطر اونس جابر الناس الكل تفرجت فيها ولات منتاتيزي سواء على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الوزاره تخدم على مواقع التواصل الاجتماعي على التلفزه بس نورمال المواقع المواقع التواصل الاجتماعي يا امير ولات تحكم في كل شيء بعد ساعه تبدا ما عندك حتى معلومه تحل فيسبوك ولا تحل حاجه اخرى تلقاها ديريكتومون